السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم كبيرة. نهاركم مبروك اخوان. اليوم راه فيديو جديد من السوق ديال ولاد السعيديات، جماعة ديال سيدي موسى اي اقليم قلعة سراغنا. الاخوان اليوم غنشارك معاكم ان شاء الله ثمن ديال الزيتونة. الاخوان الله يبارك خيرات، هذه كاملة تبارك الله مجنية، اي هذه جديدة ديال هذا العام ياك اخويا العزيز، ديال الفلاحة اييه ديال قلعة سراغنا. هذه قلعة سراغنا هذه قيادة ولاد سيدي موسى، ديال قيادة ديال سيدي موسى. الاخوان بالنسبة لعطينا التفاصيل، الثمن دابا شحال واصل، شحال كيجيب القنطار من ايطرو؟ اييه من من 15 حتى 18، من 15 حتى 18 ياك في القطرة، في القطرة دابا اييه. وشحال دابا داير الكيلو دابا هذا بمجني بحال هكا؟ هاد المجنية من 60 حتى 80، وكان حتى 300 تل 300 كحله دايره 15 درهم الكحله. دابا الكحله غاليه على هذا، على 16 درهم غاليه على هذا الخضر، دايره 16 درهم اي 16 درهم تبارك الله. بحال 320 من 300 320 باش ناخذوا احنا، باش كتاخذ انت، باش ناخذوا احنا، باش كياخذوا الناس دابا الحريفيه ويسقطوا ان شاء الله، عاد باش يقلبوا فيها البيع. اي هذه دابا تبارك الله كامله كاع شير، اي منطقه وحده جانا من المزيه من عند الفلاح، كل واحد وشنو كيجي. اي كاينه بصح بصح تبارك الله، الله يبارك خيرات الاخوان، وتبعوا معنا هذا الفيديو. زيتون تبارك الله راه زين. دابا واش بالنسبه للزيتون دابا كيعطي ولا عاد باش من القدام عاد باش يزيد يعطي مزيان؟ حتى ل 21، ولكن الزيت ديال دابا كتكون احسن من ديال الزيت ديال دابا، راه الا عطاك على 16 بحال عاطي ل 20، بحال عاطي ل 20، حيت دابا الجوده ديال دابا كتكون احسن من القدام. ها الجوده ديال دابا كتكون واعره، متفق معاك تبارك الله. انتم الاخوان خيرات، وغنسولوا ان شاء الله كاع الفلاحه الثمن وكل شيء، ونشارك معكم ان شاء الله السوق. حنا راه جينا على الصباح الاخوان، ها انتم السوق راه باقي يا خاوي، السوق راه خاوي بحال هذه دوك 270 باش داخله، 270 باش داخله، باش واخذ انت، باش واخذ انا 270، 270 ريال اييه. وخلي الاخوان ان شاء الله النمره، ولي داز من هنا من الاخوان هذه الطريق ديال قلعه سراغنا الاخوان، اييه ديال سيدي المختار، جماعه سيدي موسى، جماعه ديال سيدي موسى، اييه جماعه ديال سيدي موسى، عين يقلي، اييه ولاد سعيد ما بين هنايا العامريه، ما بين العامريه والبروج، اييه ولاد سعيد. خلي الاخوان ان شاء الله النمره، مرحبا، خلي الاخوان اللي داز هنا ان شاء الله يقدر يتواصل معاك. اييه النمره 06 71 68 37 58. سير الله يسخر الخويا، الله يجيب لك التيسير، ونمشيو اتجاه اخر الخوت. ها انتوما الاجواء، اييه السوق راه ما عامرش، اييه بحال اليوم، اه يوم الجمعه مع الجمعه ما كنخدموش، ما كتخدموش؟ لا هاكاك، هذاك الشيء علاش، من السبت حتى للخميس، من السبت حتى للخميس، من السبت للخميس هي تيخدموا الفلاحه، هي فين كيخدموا مع دابا اليوم الجمعه. اييه حتى انا دايز هذا دابا شي حاجه مرقده، اييه البوديزه، اييه بوديزه ديال 5 يطرو الخوت، هذا 60 درهم المرقده الاخوان، 55، ما بين 60 55، اييه المرقده الاخوان تبارك الله زين. والله يسخر خويا، الله يجيب لك التيسير، اللهم يسر اللهم يسر امين. نمشيو اتجاه اخر الخوت، اللهم تبارك الله الاخوان. جينا عاد فلاح واحد اخر الخوت، خو العزيز كي داير؟ كنتي مزيان؟ تبارك الله خيرات، يوم السوق راه ما عامرش، اليوم الجمعه ياك، اييه تبارك الله. ها انتم الاخوان دابا هذا كتبيعوا واش الكيلو ولا القنطار ولا؟ عطينا داكشي الكيلو ياك، شحال دابا واصل الكيلو؟ 275 الكيلو، اييه الكيلو الاخوان، شي حاجه مليحه هنا ديال نواحي ديال قلعه السراغنا، اييه ولاد سعيد، اييه خيرات الاخوان. بحال 275 الكيلو الخوت تبارك الله. ها انتم الزيتون، زيتون زين، ها الخيرات تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ديالك المليح. ها انتم الاخوان الله يبارك خيرات مولانا خويا العزيز.
أيه لا المليح تبارك الله تبارك الله. انتوما الخوت اللهم بارك 275 الكيلو الخوت هذا باش الناس دي الطحن. دابا دابا شحال كيجي دابا القنطار شحال كيجي؟ 16 دابا 16 14 زعما فوق 16 مو حالش ياك هذاك الشيء تيسير الله على حسب الحب كي دايره الاخوان. اي هذاك الشيء تيسير الله الخوت من 14 حتى 16 تبارك الله ومن القدام ان شاء الله راه يجيب اكثر ان شاء الله. تبارك الله خيرات الله يجيب لكم التيسير اخويا العزيز اللهم يسر لكم اللهم يسر اللهم يسر وفرجه ممتعه والله يسر الجميع. السوق راه خاوي راه ما كاين سلعاش وشكرا يسر الله يسخر ابو محمد. انتوما الاخوان السوق الله يسر لكم اخويا اللهم يسر لكم سمحوا لينا السوق راه خاوي الاخوان. انا دايز كنت وصلت شي حوليات وحل بحال حال السيد الكار وقلت نصور لكم هنايا الزيتون شحال واصل وشحال داير نشاركم على الخير نشاركم على اييه وما تنساوناش البارطاج بلي لايك ديالكم جزاكم الله خيرا وفرجه ممتعه وصباحكم مبروك وحنا راه ديما معاكم. انتما تحياتي لخويا يونس الله يحفظك ابو محمد الله يسخر. السوق راه خاوي راه ما كاينش اليوم قال لك ما كيخدموش اليوم الجمعه قال لك من السبت حتى الخميس الاخوان اللي بغى يجي